نحن هون اليوم لحتى نرفع صوت عالي ضد المجازر اللي عم ترتكب بحق رؤساء بلديات لبنان وأعضاء المجالس البلدية وضد المجازر اللي عم ترتكب ضد المدنيين. نحن اليوم وقفة تضامنية مع زملائنا أعضاء المجالس البلدية ورؤساء المجالس البلدية اللي قضوا نتيجة العدوان الصهيوني. نحن كأعضاء مجلس بلدية بيروت وباسم بلدية بيروت وأهالي بيروت نتضامن مع الشهداء في كل لبنان ونعلم بأنه أخواننا النازحين الموجودين عندنا في بيروت هم أهلنا وبعيوننا.